كابتن خالد، فكرة الاستثمار اللي تم استحداثها في قطاعات الناشئين المختلفة، وبنلاقي أندية كبيرة بتأيد بعض اللاعبين ودلوقتي بقوا بيختاروا بمزاجهم المشاركة في المراحل السنية في الدوريات. يعني بعض الأندية تقول لك أنا هلعب ب 2000 مثلا و13 و15 و2011 ايا كان بقى، انا بقول اي مراحل سنيه، وبقيه المراحل السنيه الثانيه هقلبها استثمار. هل الاستثمار ده هو السبب الرئيسي اللي بدا؟ يعني بنشوف انديه زي المقاولين اللي طالع منها محمد صلاح بيعاني، كان السنه اللي فاتت من الهبوط للدرجه الثانيه اللي هو كان بيصدر مواهب او ناشئين. وعندها أخرى الإسماعيلي اللي بقى له 4 سنين بيعاني في نفس الأزمة، برضو كان بيصدر مواهب للأهلي والزمالك والغيره، وبرضو دلوقتي بيعاني من. هل الاستثمار هو السبب الرئيسي؟ طبعا من أحد الأسباب الرئيسية برضو الاستثمار. يعني موضوع الاستثمار ده من يوم ما دخل كرة القدم أثر بالسلب بشكل كبير جدا، لان زي ما انت بتقول في انديه وانديه عريقه وانديه شعبيه تشترك في مسابقات معينه ومسابقات تانية بتخليها استثماري. فطبعا موضوع الاستثماري والاستثمار ده اضر بالكره المصريه بشكل كبير جدا جدا جدا، لان ناس كتيره قوي بتستفيد ماديا من هذا الموضوع على حساب المستويات الفنيه. الناس بتتعامل مع يعني الكورة بأن هي عبارة عن تجارة دلوقتي. بالظبط كده. تجارة في اللعيبة وفي وأولياء الأمور، وأنا بيصعب عليا أولياء الأمور بصراحة، يعني بيدفعوا فلوس كتيرة جدا في حتت مش مظبوطة وحتت ما بتفيدش ولادهم ومبقاش ليهم مستقبل. فأثرت بالسلب بشكل كبير جدا حاجتين، سببين. نمرة يعني اقدر الخص لك القصة دي في 3 اسباب. نمرة 1 قلة المواهب عن الاعوام السابقة. نمرة 2 موضوع التسمين والتزوير في الاعمار السنية في المسابقات، بالذات في 2008 و2007 في السن اللي هو 14 و13 سنة. نمرة 3 موضوع الاستثمار اللي الاندية ابتدت تتجه ان عشان تصرف على فرقتين ثلاثة بتخلي فرقتين ثلاثة تحت بند الاستثمار عشان يجيبوا فلوس يصرفوا على قطاعات الناشئين، ودي حاجة طبعا أضرت بشكل كبير جدا على مستوى أداء اللعيبة. كابتن خالد، بعيد ليه عن النادي الأهلي؟ لا أنا مش بعيد، أنا قبل البنك الأهلي ما أنا كنت في النادي الأهلي. أيوه، لا لكن الفترة يعني الفترة اللي فاتت اللي خلتك تمشي فيها من النادي الأهلي، هل أسباب معينة ولا لا ما كانش انت اللي اخترت، ولا انت اللي اخترت انك انت لا تجربه جديده، كانت تجربه جديده بالنسبه لي خارج النادي الاهلي. وانا قبل ما امشي استاذنت من الكابتن محمود الخطيب، لان انا كنت موجود في النادي، وباذن الله قريب هكون في النادي باذن الله. يعني انت هترجع مره ثانيه قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ ممكن قطاع، ممكن في اي حته، يعني مش شرط قطاع الناشئين، يعني اي حته خاصه بالفريق الاول ولا او خليها بقى، يعني ربنا يسهل باداره التخطيط داخل النادي الاهلي. ربنا يسهل باذن الله، بس باذن الله الفتره اللي جايه لازم ارجع لبيتي ويكون ليالي دور بشكل مؤثر كمان ان شاء الله. باذن الله انت واحد من النجوم الكبار والمتميزين